السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الأخوات، بخير، لاباس عليكم، هانين، كنتمنى تكونوا بألف خير بإذن الله. المهم اليوم بلا ما نطول عليكم، الموضوع ديال اليوم إن شاء الله موضوع مهم مهم جدا لنا إحنا كمسلمين، ألا وهو توحيد رب العالمين، توحيد الله جل وعلا. فكنلاحظوا في المجتمعات، في المجتمع المغربي أو المجتمعات المغربية عامة، واحد التناقض عظيم. هذا التناقض كيمارسوه واحد الناس بزاف، والأغلبية الساحقة ديال هاد الناس اللي كيمارسوا هاد التناقض هذا يمارسونه عن جهل، ما فاهمينش. فأي واحد، أي شاب أو أي مشاهد ليا دابا كيشاهد بأم عينيه يوميا بعض الناس اللي كتلقاهم كبار أو اللي حتى صغير في السن، يعني ماشي ضروري يكون كبير في السن وكذا، كتلقاهم من نوع المواظبين على الحضور للصلاة في المساجد. فكتلقاه كيصلي الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء في المساجد. بينما أنه ملي كيكون شي موسم من المواسم، من هذوك المواسم الشركية اللي كيتمارسوا عندنا في البلاد، حنا كنسمعو، كبرنا كنسمعو مسميات ديالهم، مولاي عبد الله، مولاي بوشعيب، مولاي كله عنده مولاه، أمسي نعوذ بالله من ذلك. كتلقاو واحد العدد كبير من هذوك الناس المواظبين على الصلوات، كتلقاهم كيمشيو لهذوك الأماكن، هذوك المواسم، يمشيو كيمارسو طقوس مثل زيارة أو تقديم ذبيحة أو تقديم كساء، كيف ما كيسميوه هما، كسوة للضريح، وما على بالهمش. المهم الأغلبية نحن يعني كنحسنوا فيهم الظن وكنقولوا أنهم جاهلين، ما عارفينش بالموضوع، وما عند بالهم أنهم كيمارسوا طقس من الطقوس اللي في الدين. نعوذ بالله، لا، هذا راه شرك بالله جل وعلا. فكتمشي كتمارس، أنت كتمارس هاد الطقوس هادو، كتقدم الذبيحة ولا شو، الله أعلم شنو كيديروا تما. المهم فين هو توحيد الله عز وجل؟ فين هو إفراد الله بالعبادة؟ الله جل وعلا خلقنا باش نفرضوه بالعبادة جل وعلا. قبل ما نتناقشوا في هذا الموضوع، أنا بغيتكم ترجعوا، أي واحد كيشوف فيه يرجع للمصحف الكريم. المصحف غتلقى أن أول أمر إذا بديتي في القراءة غتقرا سورة الفاتحة، ثم غتبدا تقرا في مقدمة سورة البقرة، فغتبقى تقرا تقرا، ما كاين حتى شي أمر. هاد الآيات كلهم ما أمرش فيهم الله عز وجل بشي أمر. أول أمر كاين في سورة البقرة، هو اللي كيقول الله عز وجل في الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر بالتوحيد، هذا هو أول أمر أمر به الله جل وعلا العباد ديالو. فهنا كيتضح لينا العظم ديال هذا الأمر، هذا الأمر اللي هو مضاد للشرك، توحيد مضاد للشرك. ولكن في مجتمعاتنا المغربية أو المغاربية كنشوفوا مظاهر الشرك، أعوذ بالله، كنشوفوا الذبح لغير الله، كنشوفوا النذر لغير الله، كنشوفوا الحلف بغير الله، كنشوفوا، نعوذ بالله، كتكون غير كتناقش مع واحد كيقول لك وحق الله ذيك الطعيمة اللي مشاركي، نعوذ بالله، هذا راه شرك، راك شاركتي، راه هذا القول على الله جل وعلا لا يجوز ذكره بصيغة الله أو الله هو، لأنك راك ساويتي هذاك اللي غتذكره من بعد الله، ساويتيه بالله جل وعلا. دائما لما كنذكر الله عز وجل، وهذا الشيء علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، مني كنذكر الله عز وجل لو كنبغيو نتبعوه شي واحد كنقولوا ثم، كنبينوا هنا من صيغة الكلام أن المذكور بعد الله عز وجل أقل منزلة من الله جل وعلا، وحاشا أن يكون منزلته مثل منزلة الله جل وعلا. فلهذا أخوتي، والله الذي لا إله إلا هو،
ما دفعني للكلام في هذا الموضوع إلا لأنه يحز في قلبي عندما أرى بعض المشاهد في المجتمع ديالنا، وبعض الناس كتشوفهم كيتكلموا بحماسة وهذا وكي يعني ما عجبهمش الوضع ديال الأمة في هذا الزمن هذا، بينما أن إصلاح وضع هذه الأمة هذه أرى لا يمكن يكون إلا إذا رجعنا لهذا الأصل الأصيل، لأنه أساس ديال ديننا. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث سنوات في مكة كيدعو الناس في الحواري ديال قريش، كيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. هنا غنستحضر واحد الكلام ديال الشيخ الألباني رحمه الله، قال كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله أحسن مما فهمه بعض ناس هذه الأمة. نعم، لأن كفار قريش واخا كان كيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون، كانوا فاهمين أن المراد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس القول باللسان، وإنما دعوا ما تعبدون من غير الله واعبدوا الله وحده، هذا هو المراد، هذه الرسالة، هذا هو الأصل الأصيل ديال رسالة جميع الرسل من أبونا آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاوب بأصل واحد ألا وهو إفراد الله بالعبادة. المهم خوتي، كلنا في ديورنا وفي الوسط ديالنا كاينين بعض الناس اللي مساكن مغترين بهذا الموضوع ديال السادات والأولياء. نبداو من هذا الباب هذا، حنا السادات والأولياء وكذا، وكيظنوا انهم ممكن ان مولاي بوعزة ولا مولاي شعيب ولا مولاي كله واش كيسميوه سيدي بومدين سيدي، كيظنوا انهم ممكن يرزقوهم، ممكن يغيروا لهم الاوضاع المعيشيه ديالهم، ممكن انهم او انهم متحكمين في الكون. بعض الناس كيظنوا ان هذا الميت اللي في هذاك القبر اللي مات 100 عام هذه ولا 50 سنه ولا 80 عام، كيظن انه عنده يقدر يتحكم في إدارة الكون، نعوذ بالله من ذلك. فالمهم هذاك الميت اللي انت غتمشي تستغث به ولا تستعن به ولا تساعد به، لا نعوذ بالله، راه هو ميت، هو كيحتاج منك انت اللي حي، ممكن انك انت حي تنفعه لانه هو مات، لا زلت يعني فيك الروح، وهذا تقدر توقف عند الراس ديالو تدعي معاه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع عليه، وهكا غتكون نفعتيه. لكن هو ميت لا يمكن ينفعك، لأن مدبر الأمور كلها هو الله جل وعلا. فلذلك إلى رجعتي للسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالخصوص باب زيارة المقابر، غتلقى واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول فيه للصحابة ديالو رضوان الله عليهم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم علاش الإنسان العاقل خصو يتساءل علاش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن زيارة القبور في ذاك الوقت؟ لأنه كان يعلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أن الصحابة رضي الله عنهم لا زالوا لم يستقر التوحيد القوي في نفوسهم وقلوبهم، لأنهم كانوا حدثاء إسلام ومتابعين واحد الدين جديد عليهم في بيئتهم، لأنهم هما زادوا كبروا لقوا الأهل ديالهم كلهم كيعبدوا الأصنام. الله هذا ليس تنقيسا من الصحابة رضي الله عنهم، لأن بعض الصحابة وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم راهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الله عز وجل غير بحوار، بمجرد حوار تحاوروه مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر في قلوبهم الإيمان واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا باقين كيتعلموا دين الله عز وجل. داكشي علاش مني استقر الإيمان ومني تأكد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم تأصلوا، قال لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا راه ماشي بالرسول صلى الله عليه وسلم بوحده، راه حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد الخلافة ديالو لما سمع أن الناس ولاو كيتجمعوا
وكيتعبدوا تحت شجرة الرضوان، شجرة الرضوان اللي تمت تحتها البيعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قطع هذه الشجرة. علاش؟ حماية للتوحيد، لتوحيد رب العباد. لأن ربما مع مرور الزمن يجي واحد الجيل اللي ينشأ في الدماغ ديالو أن هذيك الشجرة ممكن تنفعه أو لا تضره، فيولي يعبدها، نعوذ بالله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في واحد الحجة من الحجات ديالو، لما قبل الحجر الأسود في بيت الله، عنده واحد القولة شهيرة، قال: والله إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. ترسيخ التوحيد، هذا هو الأصل. هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بغات ترجع للعز ديالها خصهم يرجعوا لهذا الأصل، إصلاح هذا الأمر هذا. وحتى المسؤولين على شؤون الدين، يا ريت، يعني هذه رسالة من مواطن بسيط، يا ريت أن الأئمة ديال المنابر ديروا لهم شي يوم من الأيام خطبة موحدة على توحيد رب العباد، يعلموا الناس توحيد الله عز وجل، ويعلموهم أن زيارة القبور والأضرحة وكذا والطواف بها شرك من الشركيات، وعلموهم هاد الحوايج، وعلموهم ما يحلفوش بالله، ما يحلفوش بغير الله. هذا هو أصل ديننا أصلا، هذا هو الأصل، هذا هو المراد من ديننا، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هذه الغاية العظيمة من هذا الدين. هذا لا يمكن تقوم لنا قائمة إلا ما رجعناش، راه إلا ما رجعناش لهذا الأصل، والله ما عمرنا غنفلحوا، ما عمرنا غننجحوا. الأمة الإسلامية راها كانت حاكمة نصف العالم وما يزيد، رب ديننا. راه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اليوم كنشوفوا الشعوب الإسلامية كدير مظاهرات وخرجات واعتصامات كطالب بالديمقراطية وبالاشتراكية وبالعلمانية، نعوذ بالله. العز ديالكم ما عمرو كان في تاريخكم إلا بدينكم، إلا بالإسلام. غتبقاو في الدل وغيسلط عليكم الله الدل إلا بقيتو كطالبوا بهاد الشعارات، والله العظيم إلا غتبقاو أراذل الأمم جزاء من ربك، جزاء منكم، لانكم انتم ما عرفتوش الخير اللي جا لكم واللي جاد عليكم به الله جل وعلا. ديننا عظيم، خصنا نرجعوا ليه، نعوذ بالله. لا حول ولا قوة الا بالله، والله الخوت الى القلب عامر، والله المستعان. المهم كلامي كنظن انني قلت بعض الحوايج اللي ممكن يفيدوا بعض الاخوة، وما توفيقي الا بالله. آخر ما يختم به الكلام هو: أفضل الصلاة وأزكى السلام على محمد بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله.